عهود صارمة وحدود واضحة جلية ومواقف سيتذكرها التاريخ جيداً بعدما أضحت فئات خارج المشهد بقرار ملكي وأخرى أصبح لها دور بالغ الأهمية في مستقبل المملكة الوردي الذي يسوقه بن سلمان. فما هي القصة؟ وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حداً لهذه الفئة صاحبة النظرية التقليدية فيما يتعلق بكيفية مشاركتها الدولة في بناء مستقبل أكثر تقدماً للمملكة العربية السعودية، حيث أدرك بن سلمان مبكراً مواطن الزلل في القائمين على إنتاج مستهدفات رؤيته القيمة نحو تقدم بلاده ورحلته لمستقبل أكثر تنمية، فأبعد هذه الفئات خطوة وقرب فئات مختلفة خطوات أكبر. واستشهد ولي العهد فيما يصبو إليه برؤيته الثاقبة نحو المستقبل بهاتف تقليدي من الجوالات النقالة التي كانت أول طريق التكنولوجيا وآخر حديث وذكي يحمل إمكانات خارقة، وأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الفارق بين الهاتفين سيكون الخطوة القادمة التي ستلجأ إليها المملكة العربية السعودية في مشاريعها التنموية وتحديداً مشروع نيوم. واستند بن سلمان في رؤيته المستقبلية التي لم تشهد عليها بلاد الحرمين الشريفين مطلقاً في تاريخها الطويل إلى أن الفئة التي ستعاونه في بناء مستقبل المملكة لن تكون إلا من الحالمين، بما يحمله هؤلاء من صفات خارقة في وضع الأسس والثوابت الخالدة التي تعد أساساً قوياً تقوم عليه المملكة في كافة القطاعات المتنوعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو سياحية. أما أصحاب النظرة التقليدية لن يكون لهم مكان في بناء المستقبل الوردي الذي يسوقه بن سلمان لشعبه السعودي ومحيطه العربي، لأن الطموحات التي يأمل في تحقيقها لا تحتاج إلى إمكاناتهم الجامدة. وأخص ولي العهد مشروع نيوم بالتحديد لتطبيق تلك السياسة الجديدة على المملكة، فلن يكون هناك دور لأي شركة أو مستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً نظرته تقليدية، وهو الأمر الذي نال إعجاب ودهشة بلاد الحرمين الشريفين حكومة وشعباً، خاصة أن ذلك المنهج الجديد الذي يلجأ إليه بن سلمان في تدشين مشاريعه التنموية الخارقة يمثل ثورة على ثوابت قائمة. ويؤكد ولي العهد السعودي أن هناك فرصاً كثيرة جداً يعمل عليها، مشيراً إلى أن هذا المشروع فقط موقع ومكان للحالمين لخلق شيء جديد في هذا العالم يمثل إضافة وليس تكرار لشيء قائم. وستقام المنطقة التجارية والصناعية التي تعرف باسم نيوم على مساحة 26500 كيلومتر مربع، وستمتد إلى الأردن ومصر كأول مدينة رأسمالية في العالم. وسيتم طرح نيوم في الأسواق في نهاية المطاف كأول منطقة تطرح في الأسواق العامة، حيث يبدو الأمر كما لو أنك تطرح مدينة نيويورك في الأسواق. برأيكم، هل كان بن سلمان محقاً في سياسته الجديدة؟ وهل ستنجح مساعيه باستقطاب الحالمين في مشاريعه الاستثمارية والتنموية؟